هنبدأ بالدعاء، مش هقول المقدمة المعتادة بتاعتي. اللهم عاماً دون ذنب، دون فقد، دون خيبة أمل. نقوله تاني، اللهم عاماً دون ذنب، دون فقد، دون خيبة أمل. ربنا يجيب لكم سنة كلها خير، كلها حب، كلها سلام، كلها أخبار حلوة، كلها سعادة، كلها صحة، كلها مشاكل بتتحل، كلها شرور بتطلع من حياتكم يا رب. اللهم أمين. يجعل السنة دي خير علينا 2022. أنا عارفة إن هي كانت سنة تقيلة على ناس كتير، على أغلبية الناس. يعني ما أعتقدش إن أنا هقابل حد هيقول لي ده 2022 كانت سنة زي الفل. أنا عارفة، بس خلونا دايما نفتكر إن إحنا طالعين منها واقفين على رجلينا، عندنا أمل في الأحسن، قادرين نصحى من النوم ايدينا شغاله، رجلينا شغاله، عينينا شغاله، مخنا بيفكر، لساننا بينطق. النعم كتيره جدا جدا جدا، زحام نعم، زحام من النعم يا جماعه. كل سنه وانتم طيبين يا رب، وربنا يبعت لكم كل الخير في السنه الجديده، يبعت لكم كل الحب، يبعت لكم كل راحه البال اللي في الدنيا، لان هي دي الحاجات اللي كلنا بنراهن عليها. كل ما هو مادي ما يحلش اي حاجه على فكره، بيحل حاجات بس في حاجات كده بيقف عندها خلاص، ما يعرفش يعمل حاجة. فخلينا دايما ندعي ربنا بأن هو يعمل لنا الصالح. مش مهم بقى الصالح ده ايه، الصالح ده صحة، الصالح ده حب، الصالح ده ناس في حياتنا، الصالح ده شغل حلو، الصالح ده فلوس. هو يبعت اللي شايفه أحسن لينا، لأن أيا كان اللي احنا شايفينه هو عمره ما بيكون منظور كامل، دايما ناقص حاجة، في حاجة احنا ما نعرفهاش، في حاجة ربنا مرتبها احنا لسه مش فاهمينها. فخلونا دايما ندعي كده بالصالح، فربنا يجعلها سنة مليانة بالصالح والخير ليكوا جميعا يا رب. كل سنة واحنا طيبين، كل سنة واحنا مع بعض، كل سنة واحنا بنقدم مفيد، وكل سنة وانتم مليين حياتنا بكل الحب اللي بتقدمه لنا كل سنة. يلا بينا، وكل سنة وانتم معايا يا أولاد، يا ولاد كل سنة وانتم معايا. هو انتوا ضلمتوا عليا ليه؟ ضلمتوا عليا ليه؟ هتعملوا ايه؟ الولاد مش معاكي، انا اللي معاكي كريم. سوسي عبد السلام. سوسي عبد السلام، سارة عبد السلام المعروفة بسوسي. هابي نيو يير يا عم سعيد. هابي نيو يير يا حبيبي، ربنا يخليك. هنتكلم شوية كده مع بعضينا. اوكي. ومش هعطلك، هروح واجي عليكي كده طول الحلقة. ماشي اوكي. على فكرة يا جماعة أنا ما أعرفش أي حاجة من اللي هم عاملينه ده، أنا بتفاجئ فعلا. قول لي يلا هتعمل إيه؟ تعليقات الجمهور على صفحتك. اوكي. بتشغلي بالك ليه بيها وبتاخد حيز من تفكيرك دايما. تمام صح. مع ان غيرك عادي بيكبر دماغه وما بيردش اصلا. صح. فقولي لي بقى ليه؟ عشان انا شايفه ان اللي يديني حب لازم اديه اضعافه حب. فلو حد كتب لي كلمه حلوه لازم ارد عليه. ده اعتبرني موجوده واخد من وقته ودخل على صفحتي وقرر يكتب لي كومنت، ده مش حاجه قليله يا كريم، ده حاجه كبيره جدا. ف ده بالنسبه للكومنتات الحلوه. بالنسبة للكومنتات الوحشة، هل بتضايقني؟ لا اطلاقا، انتوا عارفيني كلكم هنا عارفين ان هي مش بتضايقني. يعني مش بقى بقعد زعلانة ومقهورة عشان حد كتب لي كومنت وحش، بس انا بحس ان زي كده ما دايما احنا نقول ان الانسان عليه واجب اماطة الاذى من الطريق. فالسوشيال ميديا بقت عاملة زي الطريق فعلا، طريق ماشي فيه ممكن تقابل حاجات إيجابية وممكن تقابل حاجات سلبية. فلما تلاقي حاجات سلبية لازم ترد عليها، علشان ما يبقاش الطبيعي ان الناس تقول حاجات وحشة لبعض. بحسه انه واجب عليا ان انا اقول للانسان اللي كتب حاجه وحشه ان لا انا اسفه، مش مسموح انك تكلمني كده، ومش مسموح انك تكلم حد كده، ومش مسموح انك تنشر طاقه سلبيه في العالم. يعني بس مش اكتر من كده. لكن هل انا كساره بتضايق؟ هل سوسي بتضايق؟ لا خالص، سوسي ما بتضايقش من الحاجات دي. طب ما تيجي يا سوسي نبص كده على فيديو بتردي فيه على الجماهير. ماشي اوكي. انا اقيم عليا الحد حرفيا. انا لقيت مصر كلها بتهزقني، ما بهزرش. انت بتألفي امثال من عندك، انت بتجيبي كلام من عندك، ازاي تتكلمي كده على سيدنا جبريل؟ بصوا جميع انواع الحاجات البشعه اللي ممكن تتقال لحد اتقالت لي امبارح. وانا ايه يعني، مفيش بني ادم في الالف مليون كومنت اللي مكتوبين دول يعرف قصه العباره دي، بقيت هتجنن والله.
مفيش خالص ولا اي حد، ولا اي حد فكر يعمل سيرش حتى يشوف، ما يمكن الست دي بتقول حاجه صح، ما يمكن جايبه كلام مش من عندها، اي حاجه. مفيش اي حد بذل اي مجهود، كله بذل مجهود الحمد لله في ان هو يكفرني ويشتمني ويطلعني ما بحترمش الرسل والانبياء والصحابه وما بحترمش الرموز الدينيه، واتقال بقى عليا كل اللي نفسكم فيه، ممكن تدخلوا تتفرجوا على البوست يعني هتضحكوا يعني. فانا بس حبيت احكي قصه الـ 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 العباره دي، علشان انا بحكيها ليه؟ انا بحكيها لان انا اكتر حاجه بتحزني في الدنيا مش ان حد يغلط فيا، انا اكتر حاجه بتحزني الجهل. ايه اكبر عدو لاي امه في الحياه؟ الجهل والفقر والمرض. واحده بكتبالي كده بالظبط، انا كنت عامله فيديو عن منتجات رخيصه، رخيصه بجد، رخيصه، احنا بنتكلم في 20 و30 و40 جنيه، في حاجات ب 100 وحاجه، بس اغلبيه المنتجات اللي في الفيديو رخيصه بجد يعني. فهي داخله بتهاجمني بتقول لي انت عماله تصرفي شمال ويمين، ما انت لو زيي عندك اربع عيال مش عارفه تاكليهم ازاي، ما كنتيش بقيتي فايقه ورايقه كده. فقعدت افكر في التعليق ده، يعني اللي كتبه ده بيفكر في ايه؟ هل انا مسؤوله عن انك روحتي خلفتي اربع عيال في زمن الواحد مش عارف ياكل عيل؟ ايه القرارات دي يا جماعه؟ بتفكروا ازاي؟ فعلا والله الواحد بيبقى معاه عيل واتنين ومش عارف يعيشهم، نروح نخلف اربعه ونقعد بقى نهاجم الناس اللي بتفكر ومنظمه حياتها بقى، دول كمان نهاجمهم، ما انتم ما عندكوش كده، انا مالي، هو انا اللي قررت اخلف لك اربعه؟ ولا فلانه هي اللي قررت؟ البني ادم عنده عقل. انا احسب امكانياتي، لو افرض امكانياتي ما تكفيش غير طفل، خلاص اجيب طفل واعيشه كويس. ايه المنطق في ان انا اجيب اربعه مش هعرف اكله؟ ايه رايك بقى في ردك؟ اقول لك على حاجه، امبارح بمناسبه ان انا، عشان لما بقول لك انا اكتر، فاكر في الفيديو قلت اكتر حاجه بتزعجني الجهل. امبارح كان في بنوته جميله كده، مش بنوته، ست فاضله يعني، كاتبه في احد الجروبس ان هي عندها مشكله كبيره جدا ان جوزها ما بيخلفش، وهي مش عايزه تنفصل عنه ابدا، بتقول كده بالظبط، بتقول بحب التراب اللي بيمشي عليه، بتحبه جدا ومش عايزه تنفصل عنه ابدا، لكن امنيه حياتها تكون ام. فناس في الكومنتات اقترحوا ان هي تكفل طفل في بيتها، فناس تانية قامت رد على الكومنت ده، لا حرام تكفله في بيتها، تكفله ويفضل في مكانه، لكن لو جابته بيتها يبقى حرام، ده كده يبقى تبني. معلومة ليس لها أي أساس من الصحة ولا من الدين ولا من العلم ولا أي حاجة، وفي طفل كان ممكن يبقى ليه بيت يدخله ويعيش فيه بأمان ممكن يتحرم من ده لمجرد إن هي صدقت معلومة غلط. فشفت الجهل ممكن يوصل لإيه؟ فعشان كده الجهل مش أحلى حاجة. هسيبك بقى يا سوسي كده تكملي الحلقة. حساك هتجيلي تاني صح؟ هجيلك تاني، مش هسيبك بس. والنبي ناولي حد من الاكسسوار بصلتين عشان بعمل الغدا. هو احنا عندنا بصل وبطاطس وتوم. هعمل حساب يا جماعه. تعالوا احكي لكم، انا سمعت ان حامد قاعد يقول عليا كلام، كلام جميل في الحلقه، فانا عايزه احكي لكم على حاجه هيضحك دلوقتي. هو حامد جاري، اللي ما حدش يعرفه ان حامد جاري، فانا الاقي حامد بعت لي على الواتساب، ساره بقول لك ايه؟ فانا اقول مثلا في حاجه مهمه قوي، ايه يا حامد في ايه؟ عندك بطاطس؟ يا حولي والله العظيم عندي حامد، طب افتحي الباب اديله بطاطستين واقفل. يوم تاني، ساره بقول لك ايه؟ عندك قرفه خشب؟ يا حامد عندي، طب افتح يلا، اقوم مديله عود قرفه خشب وقافله. فادي اخره الصحاب يا جماعه، ادي انا ببعت من هنا تحيه للشيف محمد حامد على الكلام اللي قاله عليا. محمد حامد بالنسبه لي مش زميل في القناه، ايه؟ كل الشيفات طبعا، كل الشيفات، بس محمد كمنه بقى جاري وكمنا علاقتنا عائليه قوي يعني، خلاص ولاده كده يعني زي ولادي ومراته اختي، فالعلاقه بقت خلاص عائليه قوي قوي قوي. هي طبعا ده حصل عشان قرب السكن من بعض طبعا، فبقينا دايما في حاجات كتير مع بعض. فانا عايزه ابعت له تحيه على الكلام اللي قاله عليا، وعايزه اقول يعني ان يعني ممكن صديق يتحول يبقى اخ. انا ما عنديش اخوات ولاد، انا ما عنديش اخوات ولاد، لكن عندي كده ربنا بعتني اتنين، البيل على الاير بيس، مساء الفل، مصطفى ومحمد حامد، دول اللي لو في اي حاجه يا جماعه ارفع التليفون عليهم في اي وقت. اخواتي عارفين زي اخوكوا بالظبط، من امك وابوك كده، ترفع عليه التليفون وانت مطمن ان هو هيلحقك وهيجيلك وهيتصرف وهيقف جنبك. فانا ببعت لهم هما الاثنين تحيه، وببعت لمحمد حامد جاري واخويا
واهلي هو وعيلته، ببعت له كل تحيه وبقول له كل سنه وانت طيب، وببعت لكل الشيفات، استنى بقى يا عم مش مهم الحلقه، الشيفات، وببعت لكل الشيفات، الشيفات هنا في القناه، انا كنت قلت ده قبل كده وبقوله تاني، لان حد كان قبل كده سالني انتوا ما بتتخانقوش؟ ده احنا عاملين زي الاخوات في البيت، نتناقر. وعايزه اقول لكم بعد 3 دقايق بالظبط نبقى بقول لك ايه، تيجي نطلب اكل كده، يعني علاقتنا جميله جدا جدا وحقيقيه، ما فيش فيها زيف، ما فيش فيها تمثيل، ما فيش فيها ان حد يبقى متضايق وبيدعي عكس ده، لا، اللي متضايق من حد بيقول له في وشه، اللي عايز يحب حد بيروح ياخده بالحضن، علاقتنا جميله جدا. فانا بقول لهم ربنا يديمكم نعمه عاليه، ويا رب كده ما يجيش عليا سنه في القناه دي الا وكلكم كاملين وموجودين ومش ناقصين ولا حد، كل سنه وانتم كلكم طيبين يا رب. يلا ندخل في الحلقه بقى، عاملين النهارده بما ان اسعار الحلويات بقت في متناول المواطن الغني قوي، فتعالوا نعمل كيكه شوكولاته في البيت. هنعمل كيكه شوكولاته بالفراوله، جميله جدا وشكلها مبهر جدا، وهي بسيطه قوي، وهنستخدم فيها كل حاجه ممكن توفر لنا، مستبعدين الزبده، مستبعدين السمنه، عاملينها بالزيت، مستخدمين، مش عاملين جناش، عاملين صوص الشوكولاته الموفر، عاملينها بالفراوله، واحنا في الموسم بتاع الفراوله دلوقتي، يعني حرفيا اللي هيشوف الحلقه دي ويقوم يعمل الكيكه ان شاء الله كده تكلفتها في الملموم، وربنا يوسع عليكم جميعا جميعا جميعا. كيكة الشوكولاتة البسيطة انا بسميها كده لان هي فعلا بسيطة، كوباية ونص من الدقيق، وكوباية ونص من السكر، وثلاث ارباع كوباية من الكاكاو الخام، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، نص معلقة صغيرة من البيكنج صودا، وربع معلقة صغيرة من الملح، ونص كوباية من الزيت، بيضتين، وثلاث ارباع كوباية من اللبن الرايب او الزبادي، الاثنين ينفعوا مفيش مشكلة، ثلاث ارباع كوباية مية مغلية مش سخنة، مغلية يعني اغليها واخدها مغلية على طول قبل ما استخدمها، معلقة صغيرة من سائل الفانيليا، ودي كده مكونات الكيكة. عندنا كمان صوص الشوكولاته الموفر، طبعا ده حبيبنا في سنه اولى طبخ بنستخدمه طول الوقت، جميل وناجح وموفر وبيدينا نتائج ممتازه كل مره، نص كوبايه من الكاكاو الخام، ونص كوبايه من الحليب، كوبايه من الزيت، وكوبايه من السكر الباودر، ونص معلقه صغيره من سائل الفانيليا. وعايزه اقول حاجه بس يا مصطفى قبل ما ابدا اشتغل في الكيكه، اتكتب لي كومنت كده من كام يوم بما اننا فتحنا سيره الكومنتات، كتبت لي احد المتابعين ان يا ريت انا وزمايلي نبطل نقدم حلقاتنا الايام دي بما ان الناس في حاله ماديه مش اظرف حاجه يعني، وممكن يكون مش حاجه لطيفه ان هم يشوفوا اكل بيطبخ والناس الدنيا ضيقه عليها وكده، فيا ريت تبطلوا فيديوهات حلقاتكم، قالت كده بالظبط، يا ريت تبطلوا تقديم حلقاتكم وفيديوهات السوشيال ميديا اللي بتقدموها. فانا بس عايزه اقول حاجه، كون ان الناس اليومين دول في ضيق كلنا حاسين بده، ما تفتكروش ان احنا مغيبين يا جماعه، احنا موجودين على ارض الواقع، احنا بيوت عاديه على فكره، محدش يفتكر ان احنا بيوت زيكم زينا زيكم، بنتاثر وبنعرف ايه اللي غلي وبنعرف ايه اللي زاد وبنعرف كل حاجه، والله يعني محدش فينا مغيب عن الحقائق دي. لكن انا عايزاكي تتخيلي معايا في كام بيت هيتقفل يوم ما ناخد قرار ان احنا مش هنقدم البرامج دي، كم بيت يا مصطفى يتقفل؟ كم بيت يتقفل لو القناة دي وقفت؟ انت مش متخيلة، اكتر من 150 بيت مصطفى بيقولي 150 بيت ما يلاقوش اكل عيشهم عشان احنا قلنا لا خلاص بلاش نشتغل. فاللي احنا بنقدمه ده احنا مش بنستعرض اكل ولا اي حاجة، احنا ده شغلنا، وشغلنا هو تقديم حلقة محتواها الطبخ. ف كمية البيوت اللي ممكن تتقفل يوم ما احنا نقرر ان احنا ما نعملش ده، حتى احنا كافراد كل شاف فينا على السوشيال ميديا ما بيشتغلش لوحده، ده عنده فريق كامل شغال معاه، عندنا ناس بترد على الصفحة، عندنا ناس بتنزل كونتنت، عندنا ناس بتمنتج فيديوهات، عندنا ناس بتصور لنا، كل الناس دي بيوتها تتقفل يوم ما احنا نقرر ما نشتغلش. فانا ما اقدرش اخد على مسؤوليتي حاجة مرعبة زي دي ان انا اقفل كل البيوت دي، فهو شغلنا، وزي ما بيقولوا كده بالبلدي الايد البطاله نكسه. فخلينا كده نبقى ايه، ناس فعاله، ناس بتقدم حاجه للمجتمع، بتيجي تشتغل، بتفتح بيوت، بتساعد في فتح بيوت، يمكن يكون احنا ده سبب وجودنا في الحياه اصلا، ان كل البيوت دي موجوده مفتوحه من ورانا. فبس حبيت ارد على الكومنت ده علشان ايه، هو اثر فيا لاني حاسه بيها، ما عنديش بولات ماشي بعد الفاصل، اثر فيا لاني حاسه بيها جدا، بس طبعا هو طلب غير منطقي اطلاقا وضرره اكتر من نفعه بكتير. يلا بينا نطلع فاصل صغير ونرجع نبدا في الكيكه بتاعتنا، مستنيكم.
ونبدأ نعمل في الكيكة بتاعتنا اللي هي يا جماعة أبسط من البساطة وأسهل من السهولة، وليس فيها أي تعقيدات في الدنيا ولا حتى أدوات معقدة. هنعملها بمضرب سلك، مضرب سلك عادي خالص أهو، مضرب سلك ما فيش أي مشكلة. عندنا اتنين، أنا هجيب اتنين أهو، ممكن نحتاج واحد كمان، ونبدأ نشتغل. هنخلط أول حاجة هنا، هنا المكونات الجافة، ادي الدقيق، هنخلط المكونات الجافة كلها ما عدا ايه؟ السكر. هاتوا السكر على جنب كده عشان ما تغلطوش وتاخدوه معاكم. حطينا الدقيق، حطينا الكاكاو، والكيكة دي كل ما الكاكاو كان غامق كده وغني في الطعم كل ما ادتنا طعم احلى. بيكنج باودر وبيكنج صودا. طب يا سارة انا ما عنديش بيكنج صودا، بيكنج صودا دي اللي هي كربوناتو يا جماعة، موجودة في كل العطارين. مفيش بيكنج صودا يا ساره، ولا اي مشكله، اشتغلي بالبيكنج باودر وزي الفل، ما يجراش حاجه. عندك محسن كيك حطي محسن كيك، بس طبعا هو البيكنج صودا بتديها هشاشه حلوه قوي، وده عموما لكيكات الشوكولاته الكربوناتو او البيكنج صودا بتدي هشاشه حلوه جدا، وشويه الملح الحلوين اللي هيظهروا طعم الكاكاو وحلاوته. ودي كده المكونات الجافه، نقلبها مع بعض، نخلطها كويس جدا ونسيبها على جنب عشان هنخلط دلوقتي المكونات السائله. قلبنا حلو قوي. عايزين تشتغلوا بمضرب بيض براحتكم، انا شخصيا بحس ان الكيكه دي مش مستاهله حتى ان انا اوسخ مضرب البيض عليها، يعني مش هقعد بقى لسه اطلعه واوصله واعمل، مش مستاهله، موضوع بسيط خالص. خلطنا المكونات الجافه كويس قوي، نيجي هنا ونخلط المكونات السائله ما عدا الميه السخنه المغليه، جنبوها دلوقتي. ادي الزيت يا ساره، وادي البيض يا ساره، وادي الفانيليا، وادي اللبن الرايب. طيب مع المكونات السائله بقى هتحطوا لي السكر اللي احنا جنبناه من المكونات الجافه. ناخد مين على التليفون يا نور؟ مدام منال. صباحك سكر يا سكر. صباح الفل يا حبيبة قلبي، عاملة ايه؟ حبيبتي كل سنة وانت طيبة. انت بالصحة والسلامة يا رب. يا رب، انا سعيدة عليكي وعلى اسرتك وعلى أمين. كل حبايبك يا رب. اللهم امين، اللهم امين. ومزيد من النجاح، ومزيد من النجاح، ومزيد من النجاح لك يا سارة. تسلمي لي يا حبيبة قلبي، اشكرك اشكرك حبيبتي اشكرك. معلش ايمن مش موجود كان، بس هو بيسلم عليك. انا لسه والله، لسه حبيبتي. والله هقول لك سلمي لي على استاذ ايمن جدا، وقولي له سنة سعيدة يا رب عليه كلها خير كده وسعادة ورضا. والله بيسلم عليكي، وقال لي اما تكلميه سلمي لي عليه. سلمي لي عليه جدا، وعلى الوالد اللي انا قابلته، وكل سنة وانتوا طيبين يا رب، وبصحة وسلامة يا رب، وكاملين كده كل سنة مش ناقصين. كل سنة وحضرتك طيبة يا حبيبتي، أهلا بيكي. خلطنا المكونات الجافة كلها، وحنلاحظ ان احنا ايه، السكر داب كده في النص، ده اللي احنا عايزينه. ليه ما حطيتوش مع المكونات الجافة؟ عشان انا عايز اضمن ان السكر داب شوية في المكونات السائلة، اكيد هيدوب في السائل اكتر من الجاف، ده سكر. فافضل اقلب كده لحد ما احس ان السكر ناعم معايا خالص. هل لازم يدوب 100%؟ لا مش لازم، بس يبقى داب اغلبيته. مجرد تقليبة بالمضرب السلك هتحقق لي الغرض ده. واعمل ايه بقى دلوقتي؟ هقوم اخد السائل على الجاف، مش بس كده، هجيب سباتشولا عشان انزل كل اللي في البوله ما فوتش حاجه خالص، وهحط المكونات السائله على المكونات الجافه اللي خلطتها. ما اعتقدش بقى في اسهل من كده اهو، ولا استخدمنا جهاز واحد غريب ولا مضرب ولا اي حاجه، يعني اللي ما عندوش حاجه خالص كيكه يعملها طفل حرفيا يعني، ونتيجتها مبهره. يعني دي ميزتها، ان هي مش بس سهله، هي سهلة ونتائجها ممتازة. وبنفس المضرب السلك إياه هقلب كده بقى الجاف في السائل، أقلب لحد ما الكيكة تتخلط كويس، وهلاحظ إنها مكلكعة شوية. ده يقلقني في حاجة؟ لا ما يقلقكوش، هقول لكم هنحل ده إزاي وإحنا بنكلم أم رانيا. يا أم رانيا أهلا وسهلا. ألو. أيوة. إزيك يا حبيبتي؟ ازيك يا شيف سارة، عاملة ايه يا غالية؟ الحمد لله، ازيك يا حبيبة قلبي؟ كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانت طيبة يا قلبي. وانت بالصحة والسلامة يا رب، أهلا بيك ربنا يخليكي لينا يا حبيبتي يا قمرايا. تسلمي لي يا جميلة، ربنا يعزك. ربنا يخليكي يا حبيبتي، كل سنة وانت طيبين كلكم جميعا يا رب. الله يخليكي يا حبيبتي، وانت طيبة وبالصحة والسلامة يا رب. ربنا يخليكي يا قلبي. تسلمي يا رب، أهلا بيك يا حبيبتي. ممكن أبعت إيه ده لو سمحتي؟ طبعا يا حبيبتي، اتفضلي تحت أمرك. ممكن أبعت إيه ده؟ اتفضلي يا حبيبتي تحت أمرك.
انا ببعت اهداء لاولادي علام ومصطفى شورته كيمو وسيد وساره بنتي وبسمه وهدى وامال ورانيا واحفادي بقى فاطمه وياسين وفريده واللهم صل على النبي الله اكبر وصفاء ورضا وسليم وادهم ومريم ومالك. شكرا يا حبيبتي ورب كل سنه وهم طيبين ومنورين حياتك كده. اهلا وسهلا. انتوا مش حاطين لي الكاتل فانا مش عارفه اعمل ايه. طيب يلا هاتوا لي المايه المغليه عشان اوقف عليها لحد ما تجيلنا المايه المغليه. بصوا احنا ضربنا الكيكه هنلاحظ ان الخليط تقيل زياده عن اللزوم ومش لامع كده ايه تاني اقول لي. خش يا بابا نويل. مش الكاتل مش موجود؟ ايه مش الكاتل مش موجود؟ الكاتل مش موجود. نقعد شويه مع بعض على ما الكاتل. ربنا ما يقطع لنا حاجه، لازم حاجه تبقى مش موجوده. ربنا ما يقطع لنا عاده. 1250 1252 1253 1251 مواعيد يبان عليها انها مظبوطه، كل يوم نفس الميعاد تقريبا. وانت اصلا ميعادك تبقي هوا الساعه واحدة. ايوه. افترا ده ولا تتاخري ليه؟ بتأخر ليه؟ هقول لك، أنا طول عمري عدوة الصحيان بدري. أعمل أي حاجة في الحياة الصبح أبقى يعني إنسانة غير منتجة وإنسانة غبية كده ومتنحة ورخمة وما تعاشرش، فأنا ما بحبش أصحى بدري. ده طبع يعني. غير بقى كده، ده الجزء الأولاني من الموضوع. الجزء التاني من الموضوع إن أنا من المذيعات اللي ما بيهتموش قوي بشكلهم. يعني مش بقعد اعمل ميك اب في ساعه، انتوا عارفين انا بعمل ميك اب في قد ايه؟ ما بعملش ميك اب في ساعه وما ركبش رموش وما ما عنديش اعتراض على اللي بيعمل كده، كل واحد ليه دماغه يعني، بس انا ماليش في ده قوي يعني، فانا بعمل ابسط ميك اب في الحياه. لو هتلاحظوا هتلاقوا ان انا حتى ما بحطش اي شادو، يعني انا بحط ماسكاره وبحط روج وشويه كده بلاشر وفاونديشن وشكرا جزيلا. فالميك اب بتاعي سريع جدا ما بياخدش اكتر من 10 دقائق حرفيا. فانا باجي القناه هم ال 10 دقائق دول كفايه جدا، فمش اولى نعمل الباقي ده يا بابا نويل ولا ايه؟ حقك تعملي اللي انت عايزاه. بالظبط. البهز وبكيزه هانم. اهلا ده انت مذاكرني. عاملين ايه؟ بص يعني طبعا اللي ما يعرفش يعني بهز وبكيزه هانم دول قططي. انا عندي البهز بيه وبكيزه هانم الدرمالي، يعني قطط كده فخيمه كده ومعتزه بنفسها. يا حياتي. انا عايزه اقول لكم ان القطط دي يعني حبايبي، اهم حاجه في يومي كده، هم زي ولادي كده وهم بيحسوا بيا. عايزه اقول لكم بكيزه يعني انا لما ببقى متضايقه مثلا لو اتضايقت وعيطت تيجي تمسح لي كده على خدي كانها بتمسح لي دموعي، لو اتضايقت تيجي تقعد جنبي، لما ابقى زعلانه تلاقيهم قاعدين ساكتين كده وكانين في مكانهم كانهم فاهمين ان انا زعلانه. فهم جمال قوي حبايبي وبيحسوا قوي. بكيزه اهي، بكيزه. لا ده بهز باين. لا دي بكيزه ما يسيبونيش ابدا. فبكيزه دي كده ما تنامش غير في يعني كده ما لفه نفسها جوه دراعي كده ما تنامش غير كده. فهم عزاز قوي عليا وبحبهم حب مش طبيعي زي عيالي بالظبط يعني. رغم ان هم عملوا معاكي موقف قبل كده. رغم ان هم كانوا سبب في الحادثه اللي حصلت لي، الخياطه اللي اتخيطتها في وشي، بس ما حدش فيهم هو قدر يعني، فاهم؟ ما هاجمونيش او ما خربشونيش، مش حاجه فيها نيه الغدر يعني. فخلاص حادثه يعني، انا مره وانا بقص ضوافر بهز عورته عادي يعني، ما قتلنيش يعني. وجيت طلعت هوا عادي. عمرك شفت مذيعة بتطلع ب 16 غرزة في وشها؟ أيام والله كلها ذكريات وعادي يعني، هما ما كانش قصدهم فبالتالي خلاص مفيش، مش حصل خير. أنا حطيت دلوقتي المية المغلية على خليط الكيك، والخطوة دي مهمة جدا. ليه بقى؟ عشان هي بتظبط لي قوام الخلطة بتاعت الكيكة اللي ناشفة ومش لامعة دي، بتخلي الكيكة تلمع كده وتبقى فظيعة. والأهم من ده إن هي بتبدأ تنشط الكربونات والبيكنج باودر يشتغلوا، فالعجينة بتبقى هشة قوي. هنقلب كده تقلبتين نخلط المية تماما. أنا ببدأ الأول بالمعلقة بالسباتشولا قصدي، أطمن كده إن المية بس إيه
بدأت تدخل وسط خليط الكيك، بعد كده بدخل بمضرب السلك أظبط الدنيا تماما. يلا بينا ناخد كل اللي على المعلقة. دي بقى كيكة كده لو انتوا عندكم ولاد صغيرين، في دلوقتي بقى منتشر جدا ان الولاد الصغيرين غاويين لعب في المطبخ وغاويين الاكتيفيتيز اللي فيها طبخ وكده، فدي تعملوها مع ولادكم سهله جدا، ما فيش فيها اي مجالات للغلط ولا اي حاجه، فتعملوها مع الولاد يتبسطوا اخر انبساط. هقلب كده بالمضرب السلك، هتلاحظوا بقى ان خليط الكيكه اختلف تماما، بقى لامع كده وكريمي وغني كده، غير ما كان مطفي كده وملزق في بعضه قبل ما نحط الميه المغليه. فالميه المغليه هي اخر خطوه يا جماعه، بتحطوها دلوقتي وتقلبوا كده لحد ما توصلوا للقوام الحلو اللي انتوا شايفينه ده. اللي بنعمله بعد كده ان احنا بنجهز صينيتنا، تقدروا طبعا تعملوها في اي صينيه. انا عامله اللي هشتغل بيها يعني لازم تكون بارده، فانا عاملاها مدوره عادي عشان هنزوقها ونحشيها وكده، ولكن هعمل لكم دي بصوا في الصينيه اللي هي زي اسمها باندنت كيك اللي بيبقى فيها بتاع من اي صينيه، يعني عايزين تعملوها كب كيك تنفع برده، مش هتقول لا خالص، الموضوع مرن يعني وفي بيته. هناخد خليط الكيك نصبه، الصينيه دي مدهونه بالسمنه او الزبده ومرشوشه بالكاكاو. طب ليه يا ساره مرشوشه بالكاكاو؟ ليه مش بالدقيق؟ عشان لو رشتها بالدقيق الكيكه بتاعتي هتبقى مبقعه ابيض صح؟ لكن لما ارشها بالكاكاو مش هيبان فيها، فهيكون اللون اظبط بكتير. وهناخد خليط الكيك ونصب يا حبايبي. نوزعها تماما. واجي بقى بالسباتشولا، مش عايزه انا اسيب حاجه، انتوا عارفين انا ما بسيبش حاجه، والسباتشولا بتساعدنا في ده. نقوم منزلين كل الزيادات اللي على الجناب دي، لانها بصوا بتعمل حبه قد ايه، بصوا الزياده عامله حبه قد ايه، عامله بتاع مثلا كوبايه ونص من خليط الكيك. طب كنت ارميه؟ ده مش حرام؟ اكيد حرام. فننزل كل اللي في البوله زي الفل. هنزل كمان اللي على السباتشولا، ما بحبش اسيب اي حاجه انا. النعمه غاليه يا جماعه، النعمه غاليه وما نرميهاش كده وما نستهترش بيها وتزول. واسوأ حاجه ممكن انسان يتعرض ليها هو زوال النعمه، ابقى مثلا انسان مرتاح ماديا وفجاه يحصل حاجه تخليني لا امر بازمه ماديه. الانسان بيبقى صعب قوي يتعود على العكس، يعني لما ابقى مزنوق ماديا وربنا يفرجها سهله بسيطه، لكن العكس بيبقى صعب جدا. فربنا ما يحرمكم من اي نعم ان شاء الله في حياتكم. نديها خبطتين كده عشان لو في اي حاجه مش مظبوطه كده تتظبط. وعلى فرن سخن، سخن على درجه حراره 180، الرف اللي في النص او اللي في التلت التحتاني حراره من تحت بس، دي كيكه ودرجه حراره 180 الرف اللي في النص، وزي ما قلت يبقى الفرن سخن، ما بندخلش الكيكه فرن بارد الا انواع معينه من الكيك وبتبقى محدده جدا، لكن الطبيعي بتاعنا ان الكيكه بتدخل فرن سخن. عملنا الكيكه، تعالوا نعمل صوص الشوكولاته الموفر. يلا بينا. عملنا مع بعض كتير وياما الزيت، انا عامله ضعف الكميه النهارده. نعم ما اعملش الصوص خلاص، اوكي هنطلع فاصل. انا حطيت الزيت بس في بوله مش هعمل حاجه تانية، هطلع فاصل صغير جدا ولما نرجع نكمل الصوص ونبدا نزوق في الكيكه بتاعتنا. مستنياكم. ورجعنا من الفاصل ونكمل في صوص الشوكولاته الموفر، كنا بدأنا فيه بس ما كملناش. حطينا الزيت في بوله بس، ده كل اللي عملناه. هنحط اللبن
هنحط الفانيليا، السكر الباودر، الكاكاو، استنى ما نسيبش شويه دول، وشويه ملح، اي حاجه فيها كاكاو تحطوا شويه ملح وانتم مغمضين تخليها احلى. هقلب، انا بحب اقلب الاول بمضرب سلك عشان الكاكاو ده ما يهبش في وشنا لو حطينا مضرب بيض او هاند بلندر. طبعا الصوص ده ينفع يتعمل في الخلاط، ينفع يتعمل في الكبه، ينفع يتعمل بالهاند بلندر، كل دول هيدونا نتيجه ممتازه ومفيش اي مشكله، حتى مضرب البيض ينفع. فاي حاجه عندكم في البيت تنفع. طب مفيش عندي الحاجات دي كلها، ينفع بمضرب سلك؟ والله ينفع، هياخد شويه وقت اكتر في الضرب وشويه جهد اكتر منك بس على ايدك، لكن هو في الاخر هيطلع برده نفس النتيجه بالظبط. انا بقلب كده، مع كل تقليبه للصوص ده بتلاحظوا ان هو بيتقل ويغمق كده، حلو قوي. هضرب دلوقتي بالهاند بلندر، شيل الحاجات الفاضيه واجيب الهاند بلندر اضرب بيه، ثانيه اوصله، ويلا بينا. شايفين الحلاوة والجمال؟ حاجة كده، ايه، عارفين التقل صنعة؟ ده الصوص اللي هنسميه التقل صنعة، تقيل كده وبيلمع وحاجة اخر حلاوة. ناخد فاطمة على التليفون واحنا بننزل الصوص اللي على الهاند بلندر. يا فاطمة اهلا وسهلا. ازيك يا شيف سارة؟ ازيك يا حبيبة قلبي، عاملة ايه؟ انا بحبك قوي حبيبتي، تسلميلي يا رب. كل سنة وانتي طيبة والقناة كلها طيبة وبخير. وانتي بخير وبصحة وسلامة حبيبة قلبي، وسنة سعيدة عليك ان شاء الله. وبحبك جدا، وذوقك في اختيار الهدوم والطرح جميل جدا جدا جدا. ربنا يكرمك يا رب، عينك اللي جميلة يا حبيبتي، تسلمي يا رب. ممكن اسأل حبيبتك سؤال؟ طبعا اتفضلي حبيبتي. عن بلح الشام. اتفضلي، ايه السؤال؟ كل ما بعمله باجي مثلا احط الشربات، بيلزق في الشربات جامد قوي. بيلزق فيه؟ يعني ايه؟ يعني ايه بيلزق في الشربات؟ يعني حضرتك كنت بتقولي حطي بلح الشام على الشربات وسيبيه فيه شويه عشان يشرب منه. لكن باجي اشيله بقى بلاقيه بيتقطع وكده. يبقى الشربات تقيل قوي، صح؟ طب احطيه عليه عشان ما يتقلش؟ خففي الشربات شويه، يعني ضيفي مقدار، زودي مقدار الميه بتاعك. شكرا. ماشي حبيبتي، اهلا وسهلا. كده الشربات تقيل قوي لدرجه انه عقد جامد، يعني بقى زي العسل قوي، فبيقطع طبعا العجينه لانها عجينه هشه جدا، فخفيه بس بشويه ميه عشان يظبط. عملنا صوص الشوكولاته الموفر، بصوا اللمعه واللون والجمال، ولا اجدعها جناش، ولا اجدع جناش. والسر فيه طبعا نستخدم كاكاو طعمه حلو. نبدا بقى دلوقتي عمليه التزيين. هي طب هاتوا الكيكه الثانيه عبال ما تحققوا معايا. هو انا كل ما اجي لك يبقى في حاجه ناقصه؟ بص يعني شوف، انت بيقولوا الخير على قدوم الواردين، فايه بقى؟ هسالك دلوقتي بقى عن حاجه. ايه في كاكاو في وشي؟ لا في فعلا. كاكاو كاكاو. أنا جيت. خير يا بابا نويل. أنا جيت. إيه بقى؟ تنظيف البيت.
فيديوهات تنظيف البيت والخلطة السحرية للقضاء على الحشرة المؤذية والحاجات دي كلها اللي انت ما بتحب كنتيش بتحبيها. دلوقتي ما شاء الله عليكي مولعة الدنيا فيديوهات تنظيف. ايوه. ايه اللي غير رأيك في الموضوع؟ لا انا مش ما كنتش بحبها. انا زمان وانا صغيرة كنت شخصية كسولة جدا، او مش كسولة، كنت اعتمادية على ماما قوي. ماما بتعمل كل حاجة فانا مش في دماغي. فلما اتحطيت في موقف ان لازم انا اللي اعمل، لا بقيت بعمل قوي بقى، فاهم، زيادة بقى، حبيت الموضوع اوفر يعني. فبقيت احب قوي فيديوهات النظافة، وبقيت احس ان هي فكرة ان انا هصور اللي هعمله ده بتخليني اتحمس اني اعمل احسن، وفكرة ان في حد هيشوفه هيتحمس معايا بقت تشجعني ان انا اعمل اكتر. فبقيت احبها قوي بصراحة. بقيت احس كمان انها ليها فايدة كبيرة قوي عند الناس. كلمة بس على فكرة انا شفت الفيديو بتاعك قمت نظفت كذا، دي عندي بالدنيا والله. لان فعلا التنظيف تقيل يعني، مش هنكذب، جهد كبير ورخم. فكده ناخد حس بعض كده ونشجع بعض، ده بيبسطني طبعا. فبحب قوي فيديوهات النظافة. انا صحيتي في مرة من النوم لقيتي نفسك مفلسة ورصيدك محجوز عليه في البنك. حصل. ليه؟ انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ ليه؟ علشان يعني كانت قضية ضرايب كده قديمة، انا والدي عنده شركة يعني، فانا شريكة في الشركة دي. فوالدي نسي القضية دي تماما وما تابعهاش تماما سنين، بقى احنا بنتكلم في سنين، اكتر من 10 سنين. وبعدين من عدم المتابعة القضية طلع فيها حكم، فالحكم من إجراءاته الروتينية إن صاحب الشركة دي أو أصحاب الشركة دي بيتحجز على حساباتهم. فصحيت الصبح لقيت حسابي محجوز عليه، تحس إن أنا إيه. وبعدين كلمة لما تقول لحد أنا حسابي محجوز عليه، حسك إن أنت مليونير يعني، فاهم. الحاجات دي ما بتحصلش غير مع الناس الأغنياء قوي. وأنا عايزة أقول لهم يا جماعة حسابي الكحيان ده محجوز عليه ليه يعني. فكانت تجربة غريبة الصراحة، بس يعني عادي، موقف وعدى يعني. سوسي يا سوسي. أيوة. نفسيتك بتأثر عليكي جامد جدا جدا، بتحصل لك حاجات غريبة ممكن تعادك بالأيام، ما تاكليش. صحيح صحيح. إيه أكتر حاجة بتوصلك لده؟ أكتر حاجة بتوصلني لده الحاجات اللي بتبقى ليها علاقه بناس عزيزه عليا قوي، فاهمني؟ زعلانه مثلا مع حد عزيز عليا قوي، حاجه وحشه حصلت لحد عزيز عليا قوي، وانا العزاز عليا قليلين مش كتار قوي. فلما بيجي حاجه فيهم، سواء منهم او فيهم، بتاثر فيا جدا جدا جدا. لكن اي حاجه غير كده لا. يعني زمان كنت عصبيه قوي وبتعصب قوي على كل حاجه، دلوقتي لا، ما بقتش كده خالص. يعني من احد انجازاتي في 2022 على فكره ان انا ليفل العصبيه اقل كتير كتير عن الاول، الحمد لله. بس حلو سؤال حجزه على حساباتك دي، حساباتك، فاهمين، تحسوا ان انا ايه، عندي اموال في سويسرا، اللي هو ايه يا جماعه في ايه، الواحد بيحصل له حاجات غريبه. الصوص تحفه، بصوا المنظر، بصوا الحلاوة، ايه الجمال ده. يلا بينا كيكة على طول نشتغل. ادي الكيكة بتاعتنا، احنا مجهزين 2 طبعا، اللي بتتخبز في الفرن هنطلعها برضو، بس نديها وقتها تستوي براحتها، ونخلي الصوص هنا على جنب. عندي كيكة وعندي التانية. هو انا عندي سؤال، الكيكتين دول مش قد بعض ليه؟ مش قد بعض، واحدة صغيرة واحدة كبيرة. طيب مش عارف نطلع فاصل. طيب خلوني اطلع فاصل اظبط الموضوع ده عشان الكيكتين مش قد بعض، وارجع اكمل حلقتي معاكم مستنياكم. ورجعنا من الفاصل وعندنا 3 كيكات، دول الاثنين قد بعض ودي صغيره عنهم. فالصغيره مش هنعملها دورين، هنعملها لوحدها، وهنعمل الاثنين دول مع بعض. يلا بينا.
الكيكه يا جماعه طبعا اي كيكه بنزينها في الدنيا لازم تبرد تماما من الحراره. ليه؟ عشان يا هنزينها بجناش يا هنزينها بكريمه، كل دي حاجات بتسيح، فلما احطها على حراره طبيعي مش هتبقى الطف حاجه خالص وهتسيح مني. ده غير ان الكيكه نفسها لما بتبقى سخنه بمجرد ما هحركها هتتقطع مني، بالذات كيكات اللي فيها كربوناته بتبقى هشه جدا جدا، فما بتتحملش ابدا تتشال. حتى لو تعرفوا تجمدوها في الفريزر قبل ما تشتغلوا بيها يا ريت كمان يكون احسن بكتير. بنسيبها تبرد تماما وندخلها التلاجة تبرد تماما من الحراره، بعد كده نبدا نزوقها. انا بسكينه مشرشره، عارفين السكينه الطويله المشرشره دي، شلت الوش اللي هو زي ده اللي بيبقى كده قابب ومنعكش شويه. ليه؟ علشان دول هيبقوا فوق بعض، فعشان يبقوا متساويين بشيل الوش ده، دي مفيش حاجه فوقها فمش لازم اشيله، بخليه عادي. ونبدا دلوقتي نشتغل. عندنا كذا اوبشن، يا هنحشيها كريمه يا هنحشيها بسم الله الرحمن الرحيم صوص، يا نحشيها ميكس من الاثنين، انتوا احرار. انا هعمل مثلا في دي هحشي كريمه وهحط صوص على الوش، فيلا بينا. هجيب بس سباتشولا او اي حاجه واحطها هنا الكريمه، وهبدا بسكينه الكريمه اوزعها. كريمه لباني باودر وتضربوها، كريم شانتيه، كريمه لباني فريش وتضربوها، كله ينفع وكله مفيش فيه اي مشاكل. دي مش كيكه من اللي هي محنتفه قوي، ده بقى الحاجات اللي بيعملها شيف محمد حامد، انا ماليش فيها الحاجات دي، هو طبعا شاطر فيها جدا، انا لا، انا بعمل كيكات اللي هي ايه اللي حد في البيت غلبان كده في امكانيات التزيين يقدر يعملها، لان انا طبعا ده مش تخصصي وده تخصص عميق جدا وعايز ايه حد بقى مركز فيه وقاعد يتعلم ويجرب وادوات معينه، فانا مش حتتي خالص. بس اقدر اعمل تورتايه في البيت يبقى شكلها لطيف مقبول زي ما بيقولوا، لكن هل بقى شكلها بروفيشنال انها طالعه من ايد حلواني؟ لا، ده مش حتتي خالص، فمحدش يتوقع ده مني. هوزع الكريمه كده، بنحط كريمه على قد ما احنا عايزين. انا مع الكريمه دي هقوم حاطه شويه فراوله متقطعه. كده نوزعها، ممكن تخلطوها مع الكريمة لو حابين، بس كده تمام يعني مش محتاج خلط ولا غيره. تعالوا نزود. بابي نويل هيقول حاجة حلوة لما نشوف. عمري قلت لك حاجة وحشة؟ انت بلاش بلاش انت ده، انت حبيبي حبيبي. ماشي ماشي اوكي. قلتي قبل كده على الهوا في مره انك عزلتي وكنت مستعجله لدرجه ان انت سبتي عفشك القديم. ما لحقتش يعني، عزلت قبل ما انقله. ليه كنت مضطره تعملي كده؟ وايه اكتر حاجه سبتيها كان نفسك تاخديها؟ لا، ما انا بص هقول لك انا عملت كده ليه. عملت كده عشان انا كنت بشطب شقتي وقاعده في شقه تانية يعني، فعمليه التشطيب طولت قوي. عارفين لما يبقى عندكم ناس بتشطب ومش مش مش على قلبهم مراوح، فهو كان كده. فانا حسيت ان عشان اخليهم يستعجلوا انا محتاجه اقعد في البيت ده، عشان كده ابقى على دماغهم كل يوم فيحسوا بتأنيب الضمير. فعشان كده كنت عايزه انقل بسرعه يا كريم عشان ننجز في الوقت، وفعلا ده اللي حصل يعني. لما عملت كده ده اللي حصل فعلا، انجزوا في الوقت. حلقات الكسكسي جميله. مواقفك ايه في حلقات الكسكسي؟ مواقفي ايه في حلقات الكسكسي؟ والله مواقفي ان ايه، بتحصل خناقه دايما على حلقه الكسكسي دي، خناقه ليبيه تونسيه مغربيه مصريه مشتركه، كل واحد بيقعد يدافع على الكسكسي ان هو بتاعه، وهو اصلا بتاع يعني كله بيعمله، بس الفكره ان بقى كسكسي المغرب وتونس بيتعمل بالسميد، كسكسي مصر بالدقيق، فيقعد بقى ايه مصر والمغرب يتخانقوا في الكومنتات هو بالسميد ولا هو بالدقيق، وهو بالسميد وبالدقيق يعني، هو في البلد ده بيتعمل في السميد وفي البلد دي بيتعمل بالدقيق. بتقول ايه؟
بتقولي أنا قصدي أنا قصدي على حلقات الكسكسي اللي ما اتعملتش. آه بصوا يا جماعة، إحنا عندنا أصل إحنا عندنا هنا في القناة في ظاهرة غريبة كده، أنا لما بقول لما ببعت سكريبت مكتوب فيه إن أنا هعمل حلقة كسكسي، القناة كلها بتحط إيدها على قلبها. ليه؟ عشان أنا ما فيش مرة في حياتي قلت إن أنا هعمل حلقة كسكسي إلا وعييت، قعدني على الأقل أسبوع في البيت، فتفضل حلقه الكسكسي دي تتاجل 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 عشان ساره تعبانه، ساره مش هتيجي النهارده، ده ساره عيانه، ده ساره اغمى عليها قبل الحلقه، افضل يفضل كده في سيناريو سواد كده مع حلقه الكسكسي. فاول ما اقول ان انا هعمل كسكسي كلهم يا ساتر يا رب الطف بينا يا رب بيتخضوا. يا سوسي ايوه، النجاح اللي وصلتي له يخليكي تقولي انا خلاص عملت كده كل حاجه؟ لا مفيش خلاص ابدا، الناجح ما عندوش خلاص يا بابا نويل، الناجح عايز دايما يبقى احسن، مبسوط باللي هو فيه وراضي باللي هو فيه بس دايما مستني الاحسن. فانا مبسوطه جدا باللي انا فيه، وبدعي حتى كل سنه ليا دعوه غريبه جدا، كل سنه يقولوا لي ايه امنياتك للسنه الجديده، اقول لهم امنياتي ان ما فيش اي حاجه تتغير عليا، كل حاجه تفضل زي ما هي. لكن هل ده معناه ان انا مش هفضل كده في الباك جراوند بشتغل كده في الخباثه واحده واحده عشان اوصل لحاجه احسن؟ اكيد هوصل لحاجه احسن وعايزه ده. فلا مفيش كفايه، سمعينا بقى دعوه وكلمه حلوه للسنه الجديده. أنا بدعي نفس دعوتي كل سنة، أنا بدعي إن السنة الجديدة تيجي عليا من غير أي تغيير. عارفين في مثل أجنبي، حكمة أجنبية بتقول إيه؟ No news is good news، يعني إن مفيش خبر جديد دي حاجة كويسة، فـ No news is good news. فأنا دايما بالنسبة لي أفضل إن كل حاجة تفضل على وضعها، حاجة واحدة بس السنة دي اللي أفضل إنها ما تفضلش على وضعها ومش هقولها علشان تتحقق. فغير كده أي حاجة تانية أنا أتمنى أنها تفضل على وضعها. الحمد لله نعمة وفضل الواحد في نعم كتير جدا ما تكفيش العمر كله إنه يشكر ربنا عليها. وربنا ما يغير علينا حاجة أبدا، ما يغير عليا صحابي، ما يغير عليا أهلي، ما يغير عليا شغلي، ما ربنا ما يغيرش عليا أي حاجة، ربنا يخليهم كلهم ليا، سواء شغلي، زمايلي، صحابي، أهلي، أهلي يعني ربنا يخليهم لي أكبر دعم ليا في الحياة. ونشكر ماما على السويتشيرت اللي أنا لابساها دي، هي اللي جايبها لي والسنة دي كمان انضاف، يعني السنة دي بنحتفل بضيف جديد في عائلتنا، ليلى بنت أختي هاجر، وبصراحة ضيف كده زي السكر، هي حتة عسلية كده بالكراميل، فربنا يخليها لنا يا رب ونشوفها كل سنة أحسن وأحسن وأجمل وأجمل. ويخلي لي يوسف يا رب. عملنا إيه بقى؟ شلنا كيف الكلام ده، شلنا الكيكة، وهنا عندنا التانية عليها الكريمة عليها الفراولة بالراحة كده. الشيالة دي طبعا هي السبيل الوحيد لان احنا نشيل كيكة من غير ما تتقطم. بصوا حتى بالشيالة اتقطمت بس عادي، شكليات. هنحط كده وهنيجي نعمل ايه؟ انا عايزة ازوق الوش من ايه؟ انا مش عايزه اقول لك هي كانت مهمه ازاي ده. بص يعني استنى، ما عندناش مقص ولا ايه؟ البلابل اللي كانت موجوده فين؟ اهي اهي اهي، مفيش مقص يا جماعه، اهو اهو، لقيت 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 لقيت. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. انا هحط البلبله اللي هزوق بيها، اي بلبله انتوا حابينها تنفع، في شكل معين يعني هو اللي هيبقى صح وشكل هيبقى غلط، اي شكل ينفع. يلا بينا، حاجه كده هنا كريمه تقيله قوي تنزلش. طيب معلش بعد اذنكم ممكن تاخدوا الكريمه دي تخفوها، تقيله جدا. ماشي، خلونا ايه، نسيبنا من الكريمه خالص مش مشكله. اه ما انا ده اللي هعمله، ناخد من صوص الشوكولاته اللي احنا عملناه. بدل ما نقعد ايه بالمعلقه الصغيره خلونا نجيب معلقه اكبر
ونغطي الوش بصوص الشوكولاتة تماما. هجيب معلقة كده اهي ونبدأ كده ايه احط شوية كمان بس كده غطينا الوش ونيجي نخليها ثانية كده بس وتعالوا نغطي كمان وش دي بالشوكولاتة. هي كان هيبقى أحلى أكيد لو في فريم من الكريمة. ونحط هنا برضو صوص شوكولاتة ونيجي بالفراولة. هعمل بقى ايه تزويقتين. انا دي الكيكة بتاعتي دي ايه اللي حصل لها؟ اتشقت من النص، فطبعا عادي خالص بيحصل في التزويق اكتر من كده، اتشقت من النص عشان احنا خبزينها متاخر فهي دافيه شويه واحنا مش المفروض نشتغل بيها طبعا وهي دافيه، المفروض تكون بارده تماما، فهنشتغل بيها عادي وهنداري المشكله. هنداري المشكله ازاي؟ بالفراوله. هنزوق الوش بالفراوله او بالشوكولاته ونداريها خالص. فيلا بينا نعمل كده. هاجي انا كده على الجناب واحط فراولات بالشكل ده. طب الشق اللي في النص ده يا سارة هنداريه ازاي؟ هنجيب شوكولاتة مبشورة واهو، ولا من شاف ولا من دير يا جماعة، شوكولاتة غامقة على شوكولاتة بيضة. غامقة على بيضة بس كده، الدايرة الشق اللي في النص اهو ولا اي مشكلة خالص. نيجي بقى لدي هنعمل ايه؟ هنحط فراولة. طبعا تقدروا تشيلوا الورقة الخضراء، انا بصراحة بحب شكلها في التزويق قوي فبشيلهاش. هعمل كده، انا عايزة كده الكيكة دي يبقى فيها جبل من الفراولة كده في النص. يلا بينا. وهعمل ايه دلوقتي؟ خلوني اخد واحدة اصغر شوية، حسيت دي كبيرة قوي. عندي هنا باودر كده جولد بيتباع عند محلات ايه؟ الحلواني. هاجي بالباودر الجولد ده وارش منه على الكيكة. فتبقى بالمنظر الجميل ده. وتديني ايه؟ احساس كده كريسماس قوي. وراس سنة كده واحتفالات. طبعا دي نعملها في عيد ميلاد، نعملها في اي حاجة على راحتنا
تدينا الشكل التحفه اللي انتوا شايفينه ده. يلا بينا اهو، مش محتاجين ولا الحوجه ليكم ولا الحوجه ليكم، مش عايزه منكم حاجه. وعندنا هنا اه، ما انا بمسكها عشان احط منها، عندنا هنا سبرينكلز جولد هحطها كمان على وش دي. شايفين يا جماعه كان عندنا شق بعرض الكيكه، داريناه خلاص ومفيش اي مشكله. وطبعا زي ما بقول لكم كل مره بعمل لكم اي حلويات، لو انا اقدر اعملها يبقى بالتاكيد اي حد يقدر يعملها. عندي هنا شويه كب كيكس من نفس خليط الكيك بالظبط، هاجي واحط كده عليهم برضو فراولات. اه دخلهولي طيب بسرعة. دي نفس العجينة بالظبط لكن عملناها كب كيك، وهحط على وشها فراولات. ممكن طبعا الفراولة تبقى مقسومة بالنص، ممكن تبقى متقطعة، ممكن تبقى سليمة زي ما انا عاملة، يعني الموضوع براحتكم خالص يا جماعة. يا سلام، حاجات بسيطة خالص. وزي ما بقول لكم برضو دايما، لو انا اقدر اعملها يبقى اي حد يقدر يعملها، لان انا لست متخصصة باي شكل من الاشكال في تزيين الحلويات، وما هياش حتى حاجة انا غوياها بقى فبجرب واحاول لا خالص، ما بحبهاش اصلا. فبس احيانا بضطر يبقى في مناسبة بتاع وانا عايزة اعمل حاجة، بالذات لو حد مثلا ايه عزيز عليا ببقى نفسي اعمل حاجة انا، مش اجيب حاجة جاهزة. فاهو بأبسط إمكانيات التزيين عرفت أعمل شوية الحاجات دي. يلا بينا تعالوا نرصهم ونبقى كده خلصنا تزيين حلوياتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ستاند حلو كده، طبق حلو وترصوا عليه تاخدوا منظر يجنن. خلصت اهو. وطبعا دي كده بكيكة بسيطة خالص عملنا حاجات لطيفة جدا وشكلها مقبول جدا. اتمنى يا رب ان حد كده يقوم ايه يعمل الكيكه دي يحتفل بيها ان شاء الله النهارده مع اهله واولاده. وبقول لكم حقيقي دايما بيجي ليله راس السنه كده بلاقي بوستات على السوشيال ميديا بتتريق على الناس اللي مقضينها في البيت ويقول لك انت مقضيها كنبه برضو. يا رب يا جماعه ده احلى سهره في الحياه والله العظيم، سهره الواحد في بيته مع اهله مع حبايبه في الدفا على الكنبه، اه على الكنبه وكده، واحنا في امان وسلام البيت اللي هو نعمه لا تقدر بثمن. ربنا يديمها علينا نعمه، ربنا يديم علينا نعمه البيت الهادي، نعمه البيت الكامل اللي مش ناقص، وتفضل كده في حياتنا النعمه دي ما تروحش ابدا. فكل اللي هيقعدوا في البيت النهارده زي حالاتي كده هنيئا لنا، احنا هنتبسط جدا 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 وهنقضي وقت جميل. كل سنه وانتم طيبين، سنه سعيده ان شاء الله. ونقول القلشه اللذيذه بتاعت كل سنه، اشوفكم السنه الجايه ها ها ها. فاشوفكم بكره ان شاء الله نكون بنقضي اول يوم من 2023 مع بعض، واسيبكم في رعايه الله لحد بكره. بفكركم حلقتنا النهارده قعدتها الساعه 8 وربع بالليل، وكل اللي عملناه بينزل على جميع بلاتفورمز السوشيال ميديا الخاصه بالقناه والخاصه بالبرنامج. كل سنه وانتم طيبين، واشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده من سنه اولى طبخ. كنت معاكم ساره عبد السلام في 2022، وابتداء من بكره 2023 برضو هنكون مع بعض. اشوفكم على خير.